مساء الخير الأخوة والأخوات الإعلاميين المتواجدين معنا اليوم. في البداية أشكركم على تطبيقكم مبدأ التباعد الاجتماعي، وذلك وفقاً للتوصيات الصحية في دولة الإمارات. الجمهور الكريم، يسرني التواجد معكم اليوم وبصفة دورية إن شاء الله لتوفير الإحاطة الإعلامية بخصوص المستجدات المتعلقة بفيروس كورونا المستجد COVID-19 في دولة الإمارات العربية المتحدة. الهدف الرئيسي من هذه الإحاطة هو تعزيز التواصل معكم ومع الجمهور الكريم وتوفير آخر المستجدات والإجراءات المطبقة في الدولة والاستفسارات والرد على الاستفسارات الواردة لدينا بشكل مستمر. دولة الإمارات اليوم وبدعم من القيادة الرشيدة تملك نظاماً قوياً للكشف والترصد للأمراض المعدية ولمرض كوفيد. الهدف الرئيسي من التدابير التي تم وضعها هو سلامتكم وسلامة المجتمع وتطبيق أفضل الممارسات العالمية، ويتم ذلك بشكل مستمر وتقييم دائم للوضع العالمي والمحلي. تعد حزمة الإجراءات الموضوعة داخل الدولة إجراءات شاملة على كافة القطاعات، تستهدف التركيز والتقليل من انتشار المرض داخل الدولة، وهي إجراءات احترازية. هناك منظومة متكاملة من الاستجابة والتعامل مع الأمراض المعدية في دولة الإمارات، وذلك بالتعاون بين الجهات الاتحادية والجهات المحلية. يتطلب الموضوع تكاتف كافة الجهات وبقيادة الجهات الصحية والتعاون المستمر مع الهيئة الوطنية للطوارئ والأزمات والكوارث. نستعرض معكم اليوم آخر المستجدات بهذا الشأن. في البداية الوضع الصحي ومستجدات الحالات. لقد ساهم الترصد والاكتشاف المبكر للحالات في اكتشاف 27 حالة جديدة مؤكدة، وبذلك يصل مجموع الحالات في دولة الإمارات إلى 140 حالة حتى الآن. عدد حالات الشفاء الجديدة 5 حالات، 3 من الإمارات، 1 من الجنسية السورية، و1 من الجنسية السريلانكية، ويصل بهذا إجمالي حالات الشفاء إلى 31 حالة حتى الآن. والحالات الحرجة التي تم الإعلان عنها سابقاً هما حالتين. أغلب الحالات المسجلة في دولة الإمارات هي حالات مرتبطة بالسفر أو من خلال التقصي وتتبع المخالطين لحالات سابقة. آخر الدراسات التي تم الإطلاع عليها على المستوى العالمي تؤكد أن نسبة الحالات الحرجة قليلة، وأيضاً نسبة الوفيات تعتبر ضئيلة جداً، ولكن من المهم اتخاذ الإجراءات الوقائية للحد من سرعة انتشار المرض في العالم وفي الدولة. ثانياً، الإجراءات الوقائية والاحترازية في الدولة. يعد التباعد الاجتماعي والذي نراه أيضاً مطبقاً اليوم هنا ضرورة، وذلك للتقليل من انتشار المرض. يتم داخل الدولة تقييم الوضع بشكل مستمر وتقييم الإجراءات وتحديثها بناءً على المستجدات العالمية والمحلية. يشكل المرض اليوم وباء عالمي حسب إعلان منظمة الصحة العالمية، واتخذت العديد من الدول حزمة من الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار المرض. تركزت الإجراءات التي تم اتخاذها داخل الدولة على الآتي: تعليق أنشطة الرحلات الجوية القادمة لعدد من الدول حتى إشعار آخر، ولتقييم الوضع الصحي في هذه الدول. الإيقاف المؤقت لإصدار كل التأشيرات باستثناء حملة الجوازات الدبلوماسية.
تعليق دخول حاملي الإقامة السارية المتواجدين خارج الدولة ابتداء من اليوم الخميس، تعليق مؤقت لإجراءات الحصول على تأشيرة الدخول عند الوصول لحاملي الجوازات للدول المعفية، تعليق إصدار جميع أنواع تصاريح العمل بما في ذلك العمالة المنزلية والعمالة المساعدة، وذلك ابتداء من يوم الخميس الموافق 19 من مارس لعام 2020 وحتى إشعار آخر، ويستثنى من القرار تصاريح الانتقال الداخلي وتصاريح العمالة الخاصة. كما تم منع سفر مواطني الدولة إلى الخارج كإجراء احترازي حرصاً على سلامتهم. تم تعليق الصلاة في المساجد والمصليات ودور العبادة في جميع أنحاء الدولة. حكومة الإمارات أصدرت قراراً بالعمل عن بعد في الجهات الحكومية، وذلك حرصاً على صحة وسلامة موظفيها، وخصوصاً كبار السن والموظفات الأمهات والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة وأمراض تنفسية، مع الحفاظ على استمرارية الأعمال في هذه المؤسسات. كما تم النصح بالحد من التجمعات الكبيرة لتقليل مخاطر الفيروس وانتقاله، أصدرت الجهات الحكومية قرارات أخرى تنص على إغلاق الحدائق العامة، المناطق الترفيهية، صالات السينما، ألعاب التسلية والترفيه والألعاب الإلكترونية. كما تم تأجيل الفعاليات الرياضية المجتمعية ومنع إجراء التدريبات والمسابقات الرياضية ومنع الحضور الجماهيري في كافة الفعاليات الرياضية التي تقام داخل الدولة كإجراء احترازي. كما تم منع المنشآت الفندقية وقاعات الأفراح من إقامة حفلات الأعراس، وتوقيف تقديم الشيشة في المنشآت الفندقية والسياحية والمقاهي والمطاعم، انطلاقاً من الحرص على تحقيق التدابير الاحترازية لضمان صحة وسلامة المجتمع. كما تم التعميم بضرورة تفاعل المجتمع من خلال تأجيل جميع الحفلات والمناسبات الاجتماعية بشكل مؤقت، وذلك حرصاً على سلامتهم. بالإضافة إلى ذلك، تم إغلاق جميع المراكز الثقافية التابعة لوزارة الثقافة وتنمية المجتمع، وإلغاء الفعاليات والأنشطة المسرحية التي تستضيفها المسارح في الدولة. بالنسبة للطلاب المبتعثين من الدولة إلى الخارج، يبلغ عددهم 4340، ويشمل ذلك طلاب وزارة التربية والتعليم والجهات الأخرى. وقد تم تشكيل لجنة داخلية لمتابعة شؤونهم وضمان عودتهم لأرض الوطن سالمين بإذن الله. كما سيتم تطبيق إجراءات الحجر المنزلي عند وصولهم وفقاً للإجراءات الصحية المعتمدة. الزملاء الكرام، يتم تحديث الإجراءات الوقائية بشكل مستمر وبصورة مستمرة بناءً على تطورات الوضع العالمي وأيضاً الوضع ومراجعة الوضع في الجهات المحلية. هناك تنسيق مستمر بين كافة الجهات المحلية والاتحادية للتأكد من تطبيق هذه الإجراءات. كما نوصي الجمهور الكريم بالتعاون معنا ودعم هذه الإجراءات، لأنها في النهاية تصب للمصلحة العامة وتصب في سلامتهم وحرص الجهات الصحية في الدولة عليهم. بدأنا بتطبيق الحجر المنزلي بالنسبة للعائدين من خارج الدولة، فننصح جميع القادمين إلى الدولة باتباع الإجراءات الوقائية المتعلقة بالحجر المنزلي وضرورة البقاء في منازلهم، وذلك حرصاً على سلامتهم وسلامة أحبتهم. الحجر الصحي هو إجراء متبع وإجراء عالمي معروف، ويساهم بشكل كبير في تقليل نسبة انتشار المرض داخل الدولة وعلى كافة أفراد المجتمع من الجهات الصحية والغير صحية التعاون لتقليل المرض.
ندعو الجمهور الكريم لعدم الانسياق وراء الإشاعات وتنشر التكهنات والمعلومات الطبية المغلوطة ونشر الشائعات الشراء المفرط التي تقود لسلوكيات خاطئة قد تضر بالمواد الأساسية في الأسواق. أؤكد للجمهور أن هناك تنسيق عالي المستوى في دولة الإمارات ووفقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، وذلك حول ملف الأمن الغذائي، ونطمن الجميع بأن منظومة الغذاء في الدولة قوية وكافة السلع الغذائية والطبية متوفرة بشكل كافي. أخيراً نؤكد أن نجاح هذه الجهود وهذه الإجراءات الوقائية مرهون بتعاون كافة الجهات والمؤسسات المحلية والاتحادية، وأيضاً يلعب الفرد في المجتمع دور أساسي في المساهمة في تفعيل هذه الإجراءات وتطبيقها على مستواه الشخصي وعلى مستوى أسرته. وقبل أن أختم، أود أن أثمن دور كافة الأشخاص والأفراد والمؤسسات التي تساعدنا في بلوغ الغاية وتوفير الوقاية والسلامة للمجتمع. سلامتكم هدفنا، وتعاونكم معنا ضرورة للوصول لهذا الهدف. نشكركم، ويسرنا فتح باب الأسئلة. تفضل. محمد العلوان من تلفزيون أبو ظبي، نشرة علوم الدار. دكتورة، شكرا على هذا الطرح، وطبعا الشكر موصول لقيادتنا الرشيدة والحكومة وكافة الأفراد والمؤسسات والشركات المتعاونين فعلا للحد من هذا المرض، الوباء فيروس كورونا، وشكرا للجميع أيضا الإعلاميين من وسائل الإعلام على الحضور. دكتورة، ذكرتي ما شاء الله عدة يعني مؤسسات والأفراد كلهم متعاونين للحد فعلا من هذا المرض، لكن هناك ملاحظة، هل هناك شيء صادر أو أوامر من وزارة الصحة بخصوص المطاعم؟ لأني لاحظت أن بعض المطاعم وخاصة الفنادق والمطاعم العامة ما زالت تقدم الوجبات في الصحون الزجاج، وأيضا المواد الحديد سواء كان من الملاعق أو السكين أو الشوكة، لكن في بعض المطاعم لا تقدم في التيكاوي، فهل هناك شيء من وزارة الصحة صادر بهذا الأمر؟ طبعا يتم التنسيق بشكل مستمر بين وزارة الصحة وكافة الجهات الصحية المحلية والجهات الأخرى للتأكد من تطبيق جميع الإجراءات الوقائية سواء كان في المطاعم أو في جهات أخرى، ويتم توعيتهم وتقديم الوعي المستمر بهذا الشأن. شكرا. تفضل. السلام عليكم، رضا البوردي من صحيفة الرؤية. بداية بنشكر سعادتك دكتورة، وبنشكر وزارة الصحة تحديدا على الشفافية اللي بتعمل معها مع وسائل الإعلام منذ بداية الأزمة، وهو بلا شك هو ما يدحض الشائعات على وسائل التواصل الاجتماعي. سؤالي باختصار، ما هي الأعراض الواضحة والصريحة التي إذا أصابت شخص معين يتوجب عليه أنه يتوجه إلى مستشفى أو يطلب الرعاية، لا سيما أن أعراض كورونا ممكن تتشابه مع أعراض الإنفلونزا العادية أو غيرها من نزلات البرد؟ أشكر. طبعا بالنسبة للإجراءات التي تم توفيرها من الجهات الصحية، توفير خط ساخن لاستقبال مكالمات الجمهور واستفسارهم في حال ظهور أعراض تنفسية، كما تم توعية القطاع الصحي بما هي إجراءات الوقاية اللازمة، وأيضا ما هي الإجراءات اللازمة للكشف المبكر عن الحالات والتشخيص، وهذا أيضا يضمن أن أي شخص اليوم توجه للجهات الصحية أو العيادات يتم تقييمه بشكل مستمر، وذلك بناء على تعريف الحالة المعتمد في الدولة. تفضل. يوسف عبد الباري من تلفزيون دبي. جزيل الشكر لك دكتورة، في وقت تنتشر فيه الشائعات أو الخوف بسرعة أكبر من أي فيروس، فلكم الأجر على ذلك. سؤالاً، السؤال الأول هو ما هي الطاقة الاستيعابية لدولة الإمارات
فيما يخص غرف العزل الصحي للمصابين في الدولة؟ والسؤال الثاني هو، هناك حالات مما نشاهده عالميا ممن يشخص بحالة إيجابية كحاملين لفيروس كوفيد 19، هناك من يظهر الأعراض وهناك من لا تظهر عليه أعراض وكلاهما مشخص، فكيف لمن يحجر نفسه منزليا بأن يعلم أنه حامل ولكنه لا يظهر أعراضا؟ طبعا بالنسبة لغرف العزل والإجراءات الوقائية، نود التأكيد على أنه تم رفع الطاقة الاستيعابية في القطاع الحكومي والخاص في كافة مدن الدولة، وذلك ضمانا للاستعداد للتعامل مع حالات كوفيد وحالات الأمراض المعدية الأخرى. يتم بشكل مستمر مراجعة الوضع الصحي وتحديثه في حال لزم الأمر. بالنسبة للإجراءات، الحجر الصحي يعد الوسيلة الرئيسية للحد من انتشار المرض، ولذلك نوصي القادمين من السفر بالإضافة إلى الأشخاص المخالطين لحالات الأمراض المعدية المؤكدة بالتنسيق، ضرورة التنسيق مع الجهات الصحية والالتزام بالحجر المنزلي. يعد الخطوة الأولى الحجر المنزلي. بالنسبة للتشخيص، يتم ذلك بالتنسيق مع الجهات الصحية، يمكن الاستفسار من خلال أرقام الهواتف الموجودة في كافة مدن الدولة، بالإضافة إلى التواصل الاجتماعي الموجود للإجابة على استفسارات الجمهور. وشكرا. تفضل. شكرا جزيلا دكتورة. عبد الله رشيد من صحيفة جلف نيوز. تفضلتي عن قلتي انه ما في داعي للخوف والهلع للشراء لانه المخزون الاستراتيجي يعني يكفي مدة، هل في مدة زمنية معينة المخزون الاستراتيجي؟ يعني 3 شهور، 6 شهور، سنة؟ طبعا بالنسبة للمخزون الاستراتيجي أيضا يتم مراجعته بشكل مستمر والتأكد من استيفائه الحاجة بشكل عام لجميع الطوارئ الصحية وليس فقط لموضوع فيروس كورونا. شكرا. تفضل. شكرا دكتورة. بالنسبة لموضوع الحجر الصحي اللي ظهر قرار فيه بالنائب العام، وتأكدتي اليوم بأن هذا قرار من منظمة الصحة العالمية وهو أفضل وسيلة، الجمهور يحتاج توضيح بالنسبة لعملية رقابة الحجر الصحي كيف تتم؟ هل تعتمد على الرقابة الذاتية للشخص أم هناك تنسيق لرقابة الشخص في عملية الحجر الصحي مع الأعداد التي وصلت أو ستصل إلى الدولة خلال المرحلة المقبلة؟ طبعا شكرا. مثل ما ذكرنا، شكرا على هذا السؤال، ونؤكد أن الحجر الصحي هي مسؤولية مشتركة، هناك مسؤولية للفرد بالالتزام وذلك حرصا على سلامته وحرصا على سلامة أحبته أو الأشخاص المقربين منه، كما يتم أيضا من خلال الجهات الصحية والجهات الأخرى التدقيق على آلية الحجر الصحي، توفير المعلومات اللازمة للأفراد المطبق عليهم الحجر الصحي والتواصل معهم بشكل مستمر. يوصى بها لمدة 14 يوم، وفي حال إعادة تقييمها قد ترى الجهات الصحية إعادة تأكيد المدة، ولكنها في الوقت في عادة تكون 14 يوم. نسمع رأيك حول اللقاحات التجريبية، هل سمعنا يعني أن هناك بعض الدول يعني قامت بعملية اللقاحات التجريبية، هل دولة الإمارات من ضمن هذه الإجراءات أو هناك أي لقاحات تجريبية حول هذا الموضوع؟ طبعا هناك متابعة حثيثة من كافة الجهات الصحية على كل الدراسات العلمية الموجودة والتي ستوجد في المستقبل. اطلعنا على الإعلانات التي تمت بخصوص التطعيمات، يدل على أن الدراسات في مرحلة مبدئية جدا لم تصل إلى الفعالية لحد الآن، يتم متابعتها بشكل كثيف، ونؤكد في حال وجود أي تطعيمات أو لقاحات فعالة سيتم توفيرها في أسرع فرصة في دولة الإمارات. تفضل. ما هي الإجراءات التي اتخذت لحماية سكن العمال في الدولة بشكل عام؟ بين سكن العمال حالات خاصة يمكن عشان الزحمة والأمور يعني التقارب والتواجد بكثافة العمال في مناطق سكنية
ضيقة شوي، فمو هالإجراءات التي اتخذت لحمايتهم. طبعا هناك تنسيق مستمر بين الجهات الصحية والجهات المعنية، تم توفير الدليل الإرشادي مفصل لما هي الإجراءات الوقائية التي يجب اتخاذها بالنسبة للمنشآت العمالية وأيضا التجمعات السكنية بشكل عام، تحدد فيها بعض المتطلبات على هذه الجهات وأيضا بعض التوعية اللازمة للأفراد الذين يسكنون في هذه المجمعات. تفضل. طبعا تم الإعلان عن أعداد الفحوصات، دولة الإمارات ولله الحمد من الدول التي تعد الأعلى في نسبة الفحوصات التي تمت بالنسبة لسكان. وبالنسبة للحجر أيضا أنبه أن بدأ تطبيق الحجر المنزلي اليوم لجميع القادمين إلى الدولة كافة شرائح المجتمع، وتوفير الدعم اللازم من المعلومات والإرشادات الوقائية اللازمة للأشخاص الذين ينطبق عليهم هذا الإجراء. آخر سؤال، تفضل. السلام عليكم. وليد الأصبحي من الأخبار الزرشان. سؤالي يا دكتور أيوب، ما هو الرسالة لأفراد المجتمع؟ كيف بإمكانهم أن يبتكروا وسيلة للوقاية من هذا الفيروس؟ وما هي أنسنتكم لأفراد المجتمع؟ شكرا جزيلا على هذا السؤال. نرد نأكد للجمهور أن اتباع الإجراءات الوقائية هو السبيل الأمثل للوقاية والتعامل مع مرض كوفيد. تم توفير الكثير من المحتويات الإعلامية، نرد نأكد على بعضها مثل التأكيد على غسل اليدين، استخدام المعقمات بشكل مستمر يساهم بشكل كبير في تقليل نسبة انتشار المرض. الأشخاص الذين يعانون من أمراض تنفسية مثل السعال أو العطس، اتباعهم لبعض النصائح الإرشادية مثل تغطية الأنف والفم في حال السعال أو العطس، تجنبهم للأماكن العامة، الأماكن المزدحمة، المجالس، يساهم بشكل كبير في تقليل نسبة انتشار المرض في الدولة. أكيد راح يكون لنا تواصل مستمر في حلقات وإحاطات مستقبلية قادمة. نشكر لكم تفاعلكم ونشكر لكم أسئلتكم ونلقاكم قريباً. شكراً.